انا باش نحب نحكي على الماده اللي تهم الصحه اللي جات اللي هي الماده عدد 12 من الاتفاقيه اتفاقيه القضاء على القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه والبند هذايا البند 12 ينص ويلزم البلدان اللي ممضية على على الاتفاقية هذه باش تلتزم بالمساواة بين الجنسين بين الرجل والمرأة في مجالات مجالات الصحة بلغة أخرى معناتها المرأة عندها نفس الحقوق هي والرجل بالعدل والمساواة بالنسبة للخدمات الصحية. الخدمات الصحية بصفة عامة وخاصة الخدمات الصحية في الصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية الإنجابية معناتها للمرأة لها كامل الحقوق للحصول على الخدمات، خدمات في التنظيم العائلي وكذلك خدمات اللي متعلقه بالنهوض بصحتها، صحة الأم وصحة الوليد متاعها أثناء فترات الحمل، أثناء الولادة وما بعد الولادة. عبارة أخرى هل هل إنجاب... الانجاب الصحه الانجابيه والانجاب هو وظيفه اجتماعيه اساسيه للمراه في المجتمع وللمراه الحق الكامل والحر انها تختار الوقت المناسب للقيام بهذه الوظيفه والامومه معناتها يجب ان تكون معناتها يلزم الامور هذه تكون واضحه في عند الراي العام وتكون ملزمه للبلدان اللي وافقت على الاتفاقيه هذه الامومه يجب ان تكون خيار خيارا حر للمراه لا حادث ولا الزام وشكرا